معنا الأخ أحمد الزوقي الرئيس لمنتدى الديمقراطية المعاصر، أهلا وسهلا فيك أخي أحمد. حياكم الله الأخوة في قناة عدن. يعطيك أنت معنا على الهواء الآن. يعني خلينا نتحدث أولاً، يعني أهمية هذا 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 الحدث، نتحدث فيه كنشاط منظمات تتابع مظالم الناس، تتابع حالة الوضع العام في بلدنا. كيف تنظرون إلى أهمية وصول اللجنة إلى اليوم، إلى توقيع فخامة الأخ الرئيس على قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين؟ تسمعني؟ أيوه يعني معك. طيب أعيد السؤال مرة أخرى. أيوه، يعني ممكن أنا أجيب لك، أنا بالنسبة لهذا الحدث التاريخي الغير عادي، يذكرني هذا الحدث التاريخي بداية أزمة اللي أو مشكلة أو قضية المبعدين قسرا العسكريين والمدنيين في 2007، عندما انطلق الحراك الجنوبي السلمي، وعندما انطلقت الفعاليات الاعتصام من أمام جمعية المتقاعدين العسكريين المدنيين في الضالع في 24 مارس 2007. عندها تم إعلان اعتصام مفتوح مقابل مجلس التنسيق لجمعية المتقاعدين العسكريين في الجنوب. تم استدعاء اللي هو فريق، وأنا كنت رئيس منظمة حقوقية ومتابع لهذا وتطورات القضية اللي هو المبعدين قسرا المدنيين العسكريين. طلبوا مننا من أجل معالجة، قالوا تنزل لجنة أو تطلع لجنة على صنعاء المباينة. ويذكرني هذا اليوم أن تم فرز أو حصر عدد كبير، آلاف مؤلفة من الجيش والأمن والأمن السياسي، إلا أنه لم يتم معالجتها، وبالتالي تم طردنا من صنعاء طردا في عام 2007، نحن ورئيس الجمعية المتقاعدين اللي هو عبد المعطري وقيادات الجمعية المتقاعدين قسرا، وقالوا ما فيش داعي لاستكمال الإجراءات. ونحن كنا نشتيها يعني تحل في هذه الفترة العصيبة، ولكن تم مطاردة غيرة الجمعية المتقاعدين العسكريين. واليوم يعني بعد هذه الفترة الطويلة من 2007 إلى اليوم، يعني حدثت تطورات كبيرة، ووصلت القضية الجنوبية إلى قضية كبيرة وقضية عادلة. وتم أيضا تم في مؤتمر الحوار الوطني اللي هو طرح قضية المبعدين قسرا والاعتذار القضية والاعتذار نعم. للمظلومين والمقهورين وأيضا المسرحين قسرا. نعم، في 2013، يعني داني أشترك معك أيضا، في 2013 أصدر حينها الرئيس عبد الرب منصور هادي قرارا بتشكيل اللجنة. من 2013 إلى اليوم هذه اللجنة يعني بذلت جهود كبيرة ووصلت إلى ما وصلت إليه اليوم، من حزمة قرارات ومعالجات سلمت لفخامة الأخ الرئيس، واليوم تم التوقيع عليها. كيف 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 تقيمون هذه الجهود، وتقيمون هذا كما قالت أحد أعضاء أو إحدى عضوات لجنة معالجة قضايا، أنه عرس بالنسبة لكثير من أفراد الناس الذين يعني تم إبعادهم عن وظائفهم وسيتم معالجة حقوقهم وإعادة الاعتبار لهم؟ طبعا نحن بما أن نحن حقوقيين ولدينا معايير دولية بالنسبة لهذا الحقوق الإنسانية، الحقوق الإنسانية العادلة التي ظلم بها المواطنين العسكريين والمدنيين والأمنيين في الجنوب منذ 94 إلى اليوم. 52 ألف يعني وفقا هذا قانون العدالة الانتقالية يجب أن يعاد لهم اعتبارهم، يجب أن يعودوا لمرافق عملهم المدنية والعسكرية. وطبعا في قرار كما قلت الرئيس هادي قد أصدر القرار وأشكل لجنة، والرئيس رشاد يعني أصدر اليوم القرار مرحلة مرحلة من مراحل المعالجة اللي وفق القانون العدالة الانتقالية اللي هو قرار 52 ألف. 52 ألف عسكري ومدني وأمني من الجنوب، 5000 أو 5200 قد هم تحت التراب أو في القبور من ضمنهم. الآن فقط أبنائهم وأحفادهم ممكن يستفيدوا من هذا الحقوق التي هدرت على آبائهم وأجدادهم بعضهم. نعم تمام، 4193. نعم ايوه، هذا اللي هم تحت التراب يجب ان يعاد لهم الاعتبار ايضا، وحتى هم تحت التراب لان وفق العداله الانتقاليه يجب ان يعاد الاعتبار لكل الناس. ويتم تنفيذ قرار العداله الانتقاليه بتخليص يعني هل استاذ احمد،
هل نعتبر اليوم بهذا التوقيع أنه والبحث عن مصادر التمويل وإعادة الاعتبار لهؤلاء الناس، هل نعتبر أن ملف الذين أبعدوا عن وظائفهم قد انتهى؟ لم ينتهي بعد، ما دام الحجة إن ما فيش فلوس، ما فيش إمكانيات، ما فيش نفريات، إن شاء الله إن شاء الله. يعني اللجنة التي بذلت جهودا، والرئاسة طبعا الرئيس الجمهورية اتقل يعني بتكليف الحكومة، ونصت القرارات الرئاسية بتكليف الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات، قرارات يجب أن تنفذ. نأمل ذلك أن تنفذ قرارات الرئيس فورا من دون مماطلة، من دون لكن إذا كان 4 مليار دولار يصعب عليهم، بينما النافذين في كل يعني صنعاء في عدن في في الرياض ينفقون يعني المليارات. لا 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 لا, لا, لا نرمي لا لا لا, لا نريد لا أريد لا أريد أنا صح، خليك معي يعني نكون في نقاشنا عقلانيين نوعا ما، ولا نرمي ولا نرمي التهم جزافا، نفكر بآلية حوارية مفيدة بهذا الشكل. الآن الحمد لله رب العالمين، وصلنا إلى ما وصلنا إليه بجهود هذه اللجنة وبتوقيع الأخ الرئيس على هذه المصفوفة المهمة وهذا الإنجاز التاريخي الذي وصف أنه تاريخي. الذي نريده أن يتم بإذن الله معالجة هذا الملف وإحقاق الحق ماليا يعني، وإعادة الاعتبار للناس، وهذا تم اتخاذ قرار بذلك وبتكليف الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة، تعهدات بجبر الضرر أيضا ومعالجة أثار الماضي. أنتم كمنظمات كيف يمكن أن تمهدوا وتساعدوا في معالجة ذلك؟ نعم نعم، في معانا قانون العدالة الانتقالية واضح، جبر الضرر وتعويض الناس، والآن مدنيين وعسكريين الآن في المؤسسات الاقتصادية يجب إعارة مؤسساتهم أولا، إعارة مؤسساتهم الاقتصادية والمصانع اللي تم يعني تخريبها وتوقيفها، هي بتعيد وتجبر الضرر للعمال والمصانع والمؤسسات. إذا قوات مسلحة أين الألوية العسكرية اللي كانوا ينخرطوا فيها؟ الآن يجب اتخاذ قرارات أيضا تكميلية للقرار التاريخي الذي أصدره اليوم رشاد العليمي، بقرار تاريخي آخر بعارتهم لوحدتهم العسكرية، عارتهم إلى مواقع العمل، لأنهم فنيين خسرت البلاد عليهم مليارات الدولارات أو مليارات الريالات من أجل تأهيلهم وخدمة الوطن. نعم سؤال أحمد، قوى 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 فائضة أو قوى يعني أصبحوا يصابوا بالجلطات والسكتات والنوبات في منازلهم لا يستفيد منهم الوطن، يجب أن تتخذ اللي هو القرارات الآن وفق القانون على الانتقالية لخدمة الوطن، وإن شاء الله الأمور مبشرة بخير بإذن الله. وإن ما دام في قرار تاريخي بإعارة 52,000 نتمنى أن يكتمل البقية، لأن أكثر من 80,000 أنا أعتقد أنهم يعني اللي هم صرحوا قتلا أكثر من 80,000 مدنيين. نعم. وعسكريين. طيب أستاذ أحمد، الخطوة الأولى تنفيذية تنفذ فورا كما أصدر توجيهات الرئيس بتنفيذ فوري، يجب على الحكومة والجهات المسؤولة والمختصة وأيضا الانتقالي أن يقوم بواجبه، والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية والإقليمية أن تقوم بواجبها أيضا. كما قلت أن يعني بالنسبة للتعويضات المالية 4 مليار ريال يجب أن يتم توريدها فورا إلى حساب الجهات المسؤولة في الوزارات. طيب المختصة أين سؤال أخير قبل يعني عشان الوقت ضيق علينا، يعني مثل هذا الحدث التاريخي وهذه القرارات التاريخية وهذا القرار التاريخي، هذا الإنجاز لهذه اللجنة، أين تصب مثل هكذا حدث وما مدى تأثير هذا الحدث على وحدة الصف اليمني بشكل عام لمواجهة مخططات إيران ويعني وحربنا ضد الحوثي؟ أكيد شوف هذا الحدث ليس يعني أكيد له آثار نفسية وسعادة على الأسر. نحن الآن يعني موظفين ورسميين ولا نشتغل بالدولة، لكن في الأسر هؤلاء اللي خرجوا وتسرحت أبنائهم يعني أسرهم اللي مظلومين منذ 94، لكل آثار سعيدة على كل أفراد الأسرة وأفراد المنطقة والقرية، وأيضا على مستوى الموظفين والعسكريين والأمنيين كل في الجمعية المتقاعدين، وأكيد يعني إيجابيات كبيرة، وهذا يعتبر اعتذار رسمي لكل من ظلم. نعم. في 94. نعم. أيضا سيلم كثير من الجراح في الجنوب، وأيضا ما بين الجنوب والشمال، وأيضا ما بين الحكومة الشرعية، وأيضا سيعمل على التقارب بين المجلس الانتقالي
وحكومة المجلس القيادة الانتقالي، ونامل أن يستفيد منه المواطن أولا قبل القيادة ثانيا. شكرا جزيلا أستاذ أحمد الزوقي الرئيس لمنتدى الديمقراطية المعاصر، شكرا جزيلا لك.